بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، شحال هذا ما هضرنا على الاقتصاد. حطيت لكم الفيديوهات ديال العرس، ما كملتهمش لأنه يعني شي ناس ما بطلوا بغاو يبانوا في الفيديوهات، قلت ما كلاش لأن يعني غنبقى نغطي ما غيبان لكم والو. ولكن باقي عندي واحد يعني شوية وش غادي نهضر لكم على التقاليد. البنات اللي هضروا لي على التقاليد وهذا، شي عادات سمعوها هي ما كايناش عندنا في الجنوب، ولكن سمعوا ياسر او الكثير من البنات مفكرين على انه كاين شي عادات عندنا اللي هي ما مزياناش، وهي هذيك العادات راه ما عندناش. غادي نهضر لكم عليها ان شاء الله في فيديوهات اخرى، نهضر لكم على التقاليد ديالنا والعادات ديالنا في الاعراس. المهم هنا دابا غادي نتكلم. بزاف ديال البنات جاوني، بزاف شحال هذا من قبل كاع العرس ومن قبل كيجوني الرسائل على الخاص وكيجوني الاسئله، ودائما هذوك نفس الاسئله كيتكرروا. اولا ديال البنات اللي ما كيعرفوش يديروا الميزانيه، كاين الناس البنات اللي عندهم تبارك الله الدخل مزيان ديالهم، وكاين البنات اللي عندهم الدخل متوسط ولكن ما كيعرفوش يديروا الميزانيه ديالهم. هنايا غادي نتكلموا على بحالاش ديري الميزانيه ديالك سواء كبيره او صغيره. حبيباتي الغاليات، الميزانيه ديالنا سواء كبيره او صغيره مثلا واحد كيتخلص واحد الراتب كبير او متوسط او قليل، الكل لا اللي كيتخلص بزاف ولا اللي كيتخلص متوسط او شويه، كلنا باغيين نوفروا او على الاقل بغينا نخرجوا بدون ديون. المشكله ديال بزاف ديال البنات هي ما كتعرف تسير هذاك الراتب. هذا هو الراتب، الراتب غادي نكتبها لكم هكا لان يعني العربيه ديالي الخط ديالي ماشي زوين بالعربيه. الراتب ديالنا او الدخل ديالنا بزاف ديال البنات كيصرفوا اكثر منه، يعني كتبغي تشد المصروف ديال الدار، كتبغي تشد المصروف من عند الزوج، الزوج ديالها حتى هو ما كيعرف يسير المصروف. اما اللي عارفين يسيروا المصروف ديالهم اصلا راه متهني، راه ما غاديش يسولوا هاد الاسئله. انا كنهضر مع البنات اللي دابا كيسولوني هاد الاسئله، كتلقى عندها مشكل، عندها الدخل مزيان او متوسط او قليل، وكتخرج في اخر الشهر سواء ما جمعت والو، اللي عندها بزاف ما جمعت والو، او ما قدتش تكمل حتى الشهر، او خرجت بديون. هاد ثلاثة ديال الأصناف غادي نهضرو عليهم دابا. هنا مهما كان الراتب ديالك، كما كنقولو بالدارجة ديالنا المغربية، مد لحافك على قد، مد رجليك على قد لحافك، يعني مشي على قد الدخل ديالك. هنا حنا غادي نحاولو ما نمشوش على قد الدخل ديالنا، غادي نمشو أقل من الدخل ديالنا. بحالاش؟ دائما السيدات اللي باغيات يديرو شي حاجة وبغاو كلنا عندنا أهداف، كل الناس عندها اهداف، والانسان الا كان عايش بدون هدف كتكون الحياه ديالو ممله. الاهداف ديالنا نديرو الدار، نديرو السياره، نسافروا، نمشوا، اهم شي حاجه نمشوا للحج والعمره، نتعالجوا، يكون عندنا فلوسنا في يدينا. دابا اللي ما عندك شي حاجه في فلوسك تحت يدك، او ما عندك شي حاجه في بسطامك، او ما عندك شي حاجه في الكونت، كتمرضي نفسيا. ما نكذبوش على روسنا، ما نكذبوش على روسنا، يعني ما عندكش واحد شي حاجه مخبعتيها، كتكوني دائما قلقه وكتخافي وما عارفاش غادي يكون غدا. لهذا كل ما كان عندنا شي حاجه كنرتاحوا نفسيا. هذا راه هنا كنهضروا على المال، ما يجوش لانه كاين بعض البنات كيدخل دابا تقول لك الراحه النفسيه هي الصحه، الراحه النفسيه هي التدين، راه هذاك الشيء حنا عارفين. وحنا رانا كنهضروا هنا مع المسلمات، ما كنهضروش مع اليهوديات، كنهضروا مع المسلمات اللي عارفين هادشي كامل ومطبقين هادشي كامل. حنا جينا دابا غير الاداره الماليه باش ما تدخلوا ليا من هنا ومن هنا البنات، لان كاين هادشي وحدات كيخلوا لك الموضوع وكيمشوا كيدخلوا لك من شي شريجمات، كيفتحوا واحد شريجمات لا ما يحتاجوش يتفتحوا اصلا، حنا مسلمين. فهمتوا؟ هاد الناس اللي بغاو يكونوا مرتاحين نفسيا بواحد جوج دريال صوروهم او واحد المبلغ صوروه خدموا فيه تعبوا فيه، اولا خاصنا نشوفوا هاد الاسره هادي من شحال الاشخاص متكونه، لانه كاين بعض الاسر الاسره ديالهم كبيره والدخل قليل، كتلقاي مثلا خمسه د الاولاد ولا سته والزوج والام، كتلقيه مازال كيعطي لامو او هي كتعطي للام ديالها، وخدام واحد الفرد فيهم والدخل قليل وكريم بواحد الثمن غالي، والمصروف ديالهم كيتقدم للاسواق الكبرى، ما عندهمش اداره دي حتى في الصرف مزيانه، وهاد المشاكل كامله. لهذا هادشي كامل، هاد العوامل كامله كتلعب دور. ما تقولوليش لا خاص غير الراتب كيفاش غنفرقوا، لا خاص تنظري تشوفي لهاد الامور كامله. الا كانت الاسره افرادها بزاف وهذاك الدخل بزاف الناس بغاو منه، خاصك
الراتب يكون كبير، هذا الدخل، هذا ماشي الدخل، الاحتياجات ديالك من السكن، فلوس الكرا، فلوس الضوء، فلوس الماء، الانترنت والمعيشه، تكون قد القياس. مثلا ما يمكنش واحد هو كيتخلص 3000 درهم ويكري ب 1500 درهم، ما يمكنش. خاصو على الاقل اللي كيشد 3000 درهم راه خاصو قانوني، ماشي قانونيا، خبراء الاقتصاد كيقول لك اللي مثلا كيشد 3000 درهم راه خاصو يكري ب 400 حتى ل 500 درهم ماكسيموم. 500 درهم راه بزاف. علاش؟ لانها ماشي على الراتب، هذاك الراتب ماشي ديال الكرا، راه عارفه غادي تقولوا لك راه فينا هي 500 درهم، راه غير بيت وهذا، عارفه هذا الشيء. لهذا خاص هذاك الراتب يطلع، لانه 3000 درهم راه ماشي ديال اللي كاري ب 1000 1200 1400 1500 درهم، راه ماشي، راه ب 3000 درهم راه ما عمره غيدير شي حاجه، وغيبقى دائما مزير، وغيبقى دائما عايش في قلق، والقلق هو اللي كيسبب الامراض، والامراض هي اللي كتقصر العمر، وكدير يعني كثر العلاجات وكثر الادويه، راكم عارفين هذا الشيء كامل. لهذا حبيبتي اللي كيتخلص 3000 درهم وكاري وعنده الوليدات تبارك الله بزاف ومدارسهم، عرفتوا الوليدات متطلبات ديالهم بزاف، الاكل، اللبس، تطبيب، علاجات، اكسسوارات، العاب، خاصك يعني ولات الحياه صعيبه وكطلب بزاف الاشياء ودائما ماشيه وكتصعب اكثر. يعني هنا خاص هذاك الراتب يطلع، خاص هذاك السيد يقلب على عمل اخر، يزيد السوايع يخدمهم في شي بلاصه او في نفس الشركه، او السيده حتى هي تخرج تعري على دراعها وتخرج تخدم. علاش؟ لانه حنا ما خططناش مزيان، التخطيط المزيان. واحد عنده واحد الراتب صغير، خاص الاسره ديالو حتى هي تكون صغيره، تكون صغيره، ماشي مثلا ما تكون عندك خمسه ديال الدراري، سته ديال الدراري، وانت كتشد 3000 درهم. 3000 درهم الا كنتي مكاري وكانت المراه خدامه او كتعاون، ومازال كتكون تصاوب بزاف الاشياء في الدار. يعني اش كتشري من برا؟ كتشري الاشياء اللي ما تقدرش تصاوبها في الدار. يعني ما عمرها غتشري الخبز من الزنقه، ما عمرها غتشري الكوتي من الزنقه، ما عمرها غتشري الماكله ديال برا، مع بزاف الاشياء كتكون تصاوب وتصنعهم في الدار هاد السيده هذه. لهذا حبيباتي هنايا كنلعبوا دائما على الراتب، خاصنا نشوفوا الاشياء اللي كيخرجوا منه شنو هي. الكرا خاصو يكون قدو. كالمدن او الكرا دابا في المغرب كامل غالي، وفي الدول حتى الاوروبيه والجزائريه كلشي غالي. لهذا خاص الراتب ديالنا هذا نعلوه نطلعوه. باش غطلعوه؟ بالخدمه. الواحد يخدم كما قلت، او يقلب يزيد وظيفه على الوظيفه ديالو، بحال مثلا في العشيه، بحال كيديروا في مصر، يصوب طاكسي ويدير شي حاجه ويبيع وشري، او المرض دير شي بيع وشري. عطى الله ما باش تعاوني بها راسك. كتجيك في الاول صعيبه، في الاول يا البنات والساده، السيدات والساده، في البدايه فاش تبغي تزيدي شي، انت جالسه كنتي في الدار، وفاش تبغي تقولي هاد الراتب ما قادي، بغيت نزيد شي خدمه، في الاول هذيك الخدمه راه كتجيك صعيبه. اولا كتشوفي ما كاينهاش هاد الخدمه اللي كتناسبك، لانه حنا كمغاربه او كعرب الخدمه اللي كتناسبنا هي نكون وزير جالس على المكتب، الفلوس كيدخلوا، او عندك شركات كيدخلوا لك وانت في واحد اليخت. هذه هي الثقافه ديالنا، هذه هي علاش تعلمنا، هذا هي الانسان راه كيدخل فلوس ولكن ما كيدير والو. لا، الوظيفه، بغيتي تزيدي شي وظيفه خاصك تنزلي وتحيدي الغرور وتحيدي داك الكبرياء. كرامتي ما ننساش، عزه نفسي ما ننساش، ولكن نخدم، نعري على دراعي ونخدم، ماشي عيب. الا طيبت ماشي عيب، الا درت الميناج ماشي عيب، الا درت الدعم للدراري ماشي عيب، الا درت بيع وشري ماشي عيب، الا درت طلبيات نطيبهم في الدار ماشي عيب، الا درت مع شي مول محلابه وش حاجه ندير له شي، نطيب له شي حاجه او ندير له شي مخبوزات ولا شي، ماشي عيب. يعني هذا الشيء كامل خاصك تنازلي. الا ما تنازلتيش راه ما عمرك غادي ديري شي حاجه، لانه هنا خاصنا نشوفوا الوضعيه ديالنا. انا هنا فاش عندي هذا الراتب قليل وعندي الكرا غالي وعندي الوليدات وعندي الوالده ديالي خاصني نعاونها وعندي هذا الشيء كامل، راه انا ماشي وزيره وماشي عندي شركات وماشي بنت وزير وماشي مرت وزير اكيد. يعني هنايا خاصني نتنازل واحد الشويه، ماشي نكون انا يعني محتاجه العمل ومحتاجه لواحد الراتب يدخل، ولكن متكبره، وخاصني انا نبان دائما على الجيران ونبان على الصحابات ونبان على هذا. وحنا الخدمه راه ماشي عيب، ولكن في ثقافتنا العربيه على انه كل ما خدمتي شي خدمه
يعني كتخدمي الانسان مباشره، كتحسي براسك طيحتي من قيمتك، مع انه اللي موظفه في الطياره راه كتخدم الناس، راه بحالها بحال السربيه في القهوه. شو هذيك اللي كتسربي في القهوه راه بحال الموظفه ديال الطياره، حتى هي كتسربي، غير وحده كتسربي في الجو، وحده كتسربي على الارض، وحده مخاطره بحياتها، وحده جالسه على الارض، وحتى هي راه كلهم الله هو اللي حافظ. اللي خدامه في شركه كاتبه او سكرتيره عند المدير ديال الشركه، وحده كدير الميناج في شي دار، راه بحال بحال السكرتيره، حتى هي راه كتفتح البيرو ديال المدير ديالها، كتجيب له الوراق حتى لعندو، كتهز له ريقات من عنده، كتدخل عنده الناس، راه بحالها بحال هذاك الشاوش، بحال هذاك البواب، بحال هذاك السيده اللي خدامه في شي دير الميناج، تعاون تساعد شي ناس، بحال بحال. غير خاصنا حنا نراجعوا هذوك الوظائف ونشوفهم، راه بحال بحال اللي كتعلم الوليدات في المدرسة أستاذة أو معلمة أو هذا مديرة أو ديال في الدراسة، راه بحال اللي كدير الدعم في الدار الوليدات، بحال بحال كدرسي هادو كدرسي هادو. الخدمة ما عمرها كانت عيب، سواء ندير الميناج أو نطيب أو موظفة في شركة. غير وحدة انت راه داخله مع بزاف الناس كيديروا نفس الخدمه، وحده انت بوحدك مثلا كديري الدعم للوليدات في الدار، او كديري الميناج شي بلاصه، او كطيبي شي حليوات، او كديري شي حاجه، راه بحال بحال. هنا حبيباتي ملي نعرفوا احنا شكون روسنا، الراتب ديالنا شنو هو، الدخل شنو هو اللي كيخرج من هذا الدخل، الكراء، الماء، الضوء. حبيباتي الغاليات غادي نكتفي بهذا الجزء الاول، والجزء يعني كنصور غير بالبورتابل، وفاش صورت هذا الفيديو ما تبغى تصور لي الكاميرا ديالي خاسره شويه، وان شاء الله نحط لكم هذا الجزء الجاي غدا ان شاء الله، واني بكم راني نحبكم كاملين.